مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، في هذه الأثناء يرفع أذان صلاة المغرب من هنا من سيدي قاسم. تقبل الله صيامكم وقيامكم. بصحة فطوركم. محمد رسول الله. تقبل الله منا ومنكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي من هنا من سيدي قاسم. أقول لكم أخوكم منير، تقبل الله منا ومنكم. إلى اللقاء.